هذا القرار الآن يجب تعديله، لأن هناك عاملات وعمال حماهم هذا التوقيت في مشاكل أخرى، من بينها على أنه يجب أن نعدل استعمال الزمن من 8 إلى 9 نظرا للفراغ الذي اجتازه التلاميذ والتلميذات من منازلهم إلى المؤسسات، وهذا كي يسبب في الهدر المدرسي وتيسبب في الغياب، وماشي ما تيخلق مشكل إلى عدلنا من 8 إلى 9 باش يمكن الأمهات والآباء العاملات والعمال في الساعات الملائمة مثلا ملي تيكون بيدخل في 8 التلميذ راه تيخصو يفيق في 6 6 ل 7 ل 8، إضافة لأن في المسافات اللي هي طويلة وكاينة وتتعرف فراغ، كاين قطع الطرق، كاين الأمهات والآباء اللي تيبغيو يمشيو للعمل ديالهم كيخصهم يرافقوا ولادهم، خصوصا بالنسبة للابتدائي اللي تيمشيو القسم الأول والثاني والثالث، وكذلك بالنسبة للإعدادي اللي تيعرف يقطع واحد العدد ديال الكيلومترات بحال مثلا بسعادة باش يجي للإعدادية ويجي للثانوية، هاد المسائل. وفي العالم القروي أيضا كاين هاد الحالات، لذلك نطلب من المديرية الإقليمية لمراكش أن تحاول تعديل استعمال الزمان. طبعا كاين تأثير، لأنه ملي تيكون تيفيق في ستة وخصو يمشي ما يوصل حتى ل8 راه ساعتين وكيف قلت في الأول على أن هاد الطريق اللي كاين بزاف ديال الطرق المؤدية وكتكون فارغة مثلا ملي تنجي من دوار الكدية وبغيت نمشي للمجد على المستوى الإعدادي، كاينة مسافة طويلة اللي كتكون فارغة سواء في الصباح ولا في المساء، وكاين هذه المسألة هذه راه تدرت فيها واحد العدد ديال الاحتجاجات على مستويات متعددة، ولكن ما كاينش استجابة باش يمكن يكون تغيير ديال التعديل ديال استعمال الزمن. تعديل ديال استعمال الزمن تيخص البؤر اللي فيها الأمهات والآباء بعيدة منهم المؤسسة، خصهم يعدلوا لهم استعمال الزمن. الحسن حبيبو فاعل جمعوي بمدينة مراكش وأيضا مستشار جماعي بجامعة مراكش. طبعا هذا القرار ديال الساعة الإضافية أنا تنعتبره من الإجراءات لا شعبية ولا ديمقراطية اللي سنتها هذه الحكومة في ديال واحد المجموعة ديال ردود أفعال اللي فيها واحد مجموعة تاع الاحتجاجات ديال رجال التعليم وأيضا التلاميذ والأطفال وأيضا الآباء والأمهات وأولياء الأمور، وذلك بالنظر إلى الأثرها النفسي أولا ثم الأثر ديالها الاجتماعي ثم الأثر كذلك على الحصيلة التربوية والتعليمية للأطفال، بمعنى أن الأطفال تفيقوا بكري بزاف في الظلام، وخاصة في هاد الأيام اللي فيها البرد القارس وفيها الشتاء، وطبعا ما تنهضروش على المدينة، يمكن تنهضروا على الهوامش مدينة مراكش وأيضا في البوادي والقرى اللي تيخرجوا الناس مع الصبح في الظلام وتيرجعوا في الظلام، وطبعا هذا الشيء تيكون عنده واحد تأثير نفسي على نفسية ديال الطفل، تيكون عنده تأثير نفسي أيضا على الحياة المدرسية والحصيلة التربوية والتعليمية، وأيضا يؤدي إلى مجموعة من المشاكل التي يعاني منها الآباء والأولياء ديال التلاميذ. طبعا هذه القرارات اللي هي لا شعبية ولا ديمقراطية تتعكس فعلا أن الحكومة ما عندهاش إرادة حقيقية في الاستماع والاستجابة
لصحة المواطنين، الاستجابة كذلك وتفادي مجموعة المشاكل النفسية التي يعاني منها الطفل والتي يعاني منها الأطفال، خاصة فاش يفيقوا الصباح بكري، بمعنى أنه تيكون من ناحية النفسية ومن ناحية الطبية ما ترتاحوش مزيان، ما تنعسوش مزيان، طبعا ما غاديش ياكل مزيان، وطبعا ما غاديش يقرا مزيان. ولذلك فهاد القرار اعتبره كما قال الاخ انه خص المدير الاقليمي لمدينه مراكش تعدل استعمال الزمان وعوض، يعني اجراء عادي وطبيعي، عوض فاش يكون مثلا مع 8 يدخل الدراري مع 9. وطبعا حنا في واحد الفتره في واحد الازمه اللي هي في واحد الوضعيه تاعت الوباء، كورونا الله يرفعوا عنا، بمعنى انه كاين امكانيات كيمكن التغيير في استعمالات الزمان، وكل جهه على حسب الامكانيات ديالها. فمثلا في العالم القروي او في البوادي تيكيمعدلوا على حسب الخصوصيه، واش دائما هو المنحدي ما يسمى بالجهويه، تنزيل الجهويه الموسعه هو اللي تعتبر الخصوصيه. فمثلا المدينه ماشي هي القريه، والقريه ماشي هي المدينه، واللي حدا المدرسه ماشي اللي بعيد عليه المدرسه، بمعنى انه خص تكون اجراءات فعليه وعمليه وتكون مبادرات. هاد روحة المبادرة هي اللي ما كايناش في هاد في هاد في هاد الحكومة، وخاصة المديرة الإقليمية اللي عندها الصلاحية تغيير في استعمالات الزمان لما فيه صالح ديال التلاميذ وصالح الآباء وصالح الأمهات، لأن هاد الناس هما المستقبل ديال البلاد، وهما فلادة أكبادنا. وحنا بحق تجينا واحد الغيرة فاش الطفل تيجي تنفيقوه بالزز، أنا الدري أنا صغير الدول ديالي تنفيقوه أنا بالزز باش نمشي للمدرسة، وترجع بالليل، وطبعا ما غاديش يقرا مزيان، ما غاديش ياكل مزيان، بمعنى كاين واحد الاثر نفسي. والام كذلك اللي تترافق الابناء ديالها، خاصه الدراري اللي تيقراو في السنه الاولى ابتدائي، راه كاينه معاناه حقيقيه جدا حقيقيه، وخص المسؤولين يتصنتوا للنبض ديال الشعب، وتصنتوا ايضا لمعاناه ديال الشعب، في اطار يحلوا واحد مجموعه تاعت الحلول اللي تتمس يعني الصحه تاعت المواطن، لانه صحه المواطن راه هي كل شيء. راه الاستثمار في الصحه والاستثمار في التعليم راه هو البديل الحقيقي باش تكون عندنا تنميه حقيقيه في هذه البلاد.